اللي شفتوه ده موضوع حلقتنا النهاردة اللي هي الشائعات. احنا النهاردة عايز اسألكم على اي اساس لما انتوا بتتلقوا اخبار بتصدقوها؟ يعني ايه الخبر اللي يخليك تصدقه على طول؟ وايه الخبر اللي بيشغل دماغك؟ وهل بتشغل دماغك مع كل خبر بيتقال ولا بتتلقاها وانت ساكت؟ منة الله خالد من محافظة القاهرة. اول حاجة المفروض الواحد لما يتلقى خبر او معلومة المفروض الاول حاجة يشغل عقله ويحلل الخبر ده في عقله. انت بتعملي ده ولا عمالة تسمعي 100 خبر في اليوم فبتعدي؟ لا انا بحاول اعمل ده على قدر الامكان. لكن انا يعني المصدر اللي انا باخد منه المعلومات هو التلفزيون المصري. نشرة التلفزيون المصري. النشرة يعني. نعم. ونشرة 9 تحديدا. تعالوا ناخد استاذ احمد جويلي باحث العلوم السياسية. عايز رأيك وتعليقك، إيه أسباب انتشار الشائعة في مجتمعنا؟ الشائعة هو خبر كاذب يتداوله الناس. طب انتشرت ليه في مجتمعنا في السنين الأخيرة بكثافة لدرجة بقى في مركز إعلامي تابع لمجلس الوزراء كل يوم عمال يطلع شائعات متداولة وبينفيها؟ حضرتك في 3 شهور بس، في 3 شهور مركز الإعلامي لمجلس الوزراء مطلع 21,000 إشاعة. 21,000 إشاعة، ده رقم مش سهل. إشاعة واحدة، رقم 21,000 شائعة في 3 شهور، ده رقم مش سهل. الشائعة واحدة ممكن في بلد ما تهد أركان الدولة. صحيح، واحدة بس. فيعني الواحد له الفخر بأنه اتعلم في أكاديمية ناصر في دورة العلوم الأمنية والعسكرية هناك، وتعلم أن الإشاعة ممكن تهد بلد أو تبنيها. وتعلمنا هناك حاجة مهمة جدا، اتعلمنا ان احنا لازم نحلل ويكون ندرك، وده اللي ينقص الجمهور عموما. يعني سمعينا شباب تاخدوا الخبر او اي حاجة وتحللوها. طب عايز اسألك، هل في الاعلام ليه دور في نشر الشائعة؟ الاعلام رقم واحد في القصة دي، لان هو بيهتم بان هو الترافيك بتاعه او الانتشار بتاعه يعلى على حساب الخبر. يعني الصحفي نفسه ما بيتأكدش من الخبر، ما بيحللوش، ما بيوزنوش، لان لازم نوزن اي خبر من مقتضيات الامن القومي. متفق معك احمد جويلي. تعالوا احنا عملنا تجربة في الشارع او مع جمهور الشارع، ازاي تغير قناعات اللي قدامك، مع عنوان الحلقة اللعبة في الدماغ. تعالوا نشوف عملنا ايه.